الكثير من المحافل الإعلامية عشان نوصل لشكل أو طريقة أو أسلوب نستطيع فيها أن احنا نرفع من القدرة ونرفع من العلم لزملائنا في الإعلام. الحقيقة زارتهم النهاردة كانت زيارة لأهم مكان إعلامي في الوطن العربي، والحقيقة النهاردة أشادوا طبعا أن هم موجودين في حضن التلفزيون المصري، هذا المبنى العريق اللي أنا زي دايما بنقول أنه الذي وثق تاريخ العالم أو تاريخ مصر كمان. المكان اللي احنا فيه ده مكان عظيم. التلفزيون المصري الحقيقة بكل ما موجود بي من إمكانيات بشرية، والحقيقة دايما أنا بأكد على الإمكانيات البشرية لأن الإمكانيات البشرية التي تحرك كل شيء. فالعناصر البشرية الموجودة في التلفزيون المصري من كل زملائنا في كل القطاعات الحقيقة بيمثلوا هي قوة ضاربة اللي نستطيع من خلالهم أن إحنا نحقق ما نتمناه. لكن خلينا دايما أقول وأقول أن لازم يكون في عرفان بالجميل لأساتذتنا واللي علمونا واللي قدروا ان هم يوصلونا على المكان اللي احنا فيه، ودايما بنقول لهم الف شكر، وبنتمنى ان شاء الله من خلال هذه المنتديات ومن خلال هذه اللقاءات ان يظل العلاقات المصريه العربيه في كل المجالات موجوده. والنهارده الحقيقه ده اللي اكدوا الندوه النهارده او مجموعه الضيوف اللي كانوا موجودين النهارده من علاقات قويه، واحنا في مصر هنا الوطن الام، مصر البلد اللي بتضم وبترفع دايما راية الحب والسلام لكل العالم. وبكل الحب وبكل الأخوة والصداقة استقبلنا النهاردة زملائنا في الإعلام من سلطنة عمان، ونتمنى لهم إن شاء الله زيارة موفقة. وبتمنى أيضا نتيجة ده إن احنا نستطيع إن احنا ندخل كإعلام وطني مصري في كل مجالات التطوير والتطوير الذكاء الاصطناعي أو ما إلى ذلك بمنتهى الأريحية ومنتهى الاحترافية. لأن ملتقى الصحافة العماني المصري الذي أقيم في القاهرة في إطار التعاون المشترك بين جمعية الصحفيين في عمان وزملائنا نقابة الصحفيين في مصر، بالأمس وقعنا اتفاقية تعاون بيننا وبين نقابة الصحفيين في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز هذه العلاقة وتوثيقها والدفع بها إلى الأمام. معظم بنود هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الصحفيين والإعلاميين في كلا الدولتين. لا نريد حقيقة أن نتكلم في التاريخ، العلاقة التاريخية بين عمان وجمهورية مصر العربية علاقة متأصلة عبر التاريخ تمتد لأكثر من 3000 سنة. وبالتالي زيارة السلطان هيثم بن طارق قبل 10 أيام لجمهورية مصر العربية، والتي تعد أول زيارة لدولة عربية خارج نطاق مجلس التعاون، لها دلالات حقيقة كبيرة، دلالات سياسية، دلالات اقتصادية، دلالات أيضا ربما تكون دفعة لنا احنا كصحفيين وإعلاميين أن نبني على هذه الزيارة سلطان هيثم والتقائه بأخيه فخامة الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية. هذا اللقاء وهذه الزيارة لها دلالات عظيمة في نفوسنا. نتمنى حقيقة أن نبني خلال الفترة القادمة علاقة تشاركية أكبر، علاقة موثقة، والتي حقيقة ربما تنبني على أسس كثيرة، منها التاريخ المشترك، منها أيضا التفاهم، منها العلاقة المتميزة بين عمان وجمهورية مصر العربية. مؤتمر الندوة المنعقدة في الداخل هي ندوة تبحث أهم موضوع ربما يكون له تأثير على الصحفي والإعلامي سواء في عمان أو في مصر، وهو الذكاء الاصطناعي وما سوف يجلبه هذا الموضوع خلال السنوات القادمة. هذا موضوع يعني له إيجابيات وله سلبيات أيضا، وله في ملتقى مهم جدا ما بين الإعلام في مصر والإعلام في سلطنة عمان تحت إشراف المجلس الأعلى تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. أعتقد أنه هو ملتقى مهم جدا لإعلام البلدين، بيترجم وبيجسد العلاقات القوية والراسخة ما بين مصر وسلطنة عمان، ما بين سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين جلالة السلطان هيثم بن طارق. أعتقد أن الزيارة الأخيرة دي وزيارة سيادة الرئيس اللي سبقتها
بتجسد ان مش بس مصر وسلطنة عمان بينهم علاقات في العهد او لكن ده علاقات متجذرة، علاقات مهمة جدا في كل المجالات، مواقف مضيئة متبادلة. فبالتالي كان من المهم ان احنا في تحديات مشتركة، في قضايا، في شواغل، في منطقة نحن نعيش فيها شديدة الاضطراب، في عالم يموج بالصراعات، في تحديات للإعلام نفسه زي الذكاء الاصطناعي، زي الإعلام الحديث، زي التكنولوجيا اللي موجودة، في تجربة بناء وتنمية في البلدين. مصر عندها تجربة على مدار 9 سنين وهي تجربة ملهمة، صنعت الفارق في تاريخ هذا وخلقت فرص عديدة. أعتقد أيضا سلطنة عمان لديها تجربة تنمية بيقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق، ولكن في ظل الأحوال نحن نحتاج إعلام يروج لهذه الفرص، يخلق مسارات مشتركة. مهم جدا نحن نتقارب على مستوى الشعوب، مهم جدا نحن نواجه الغزو الثقافي، مهم جدا نحن نخلق معادلة لكيفية إحداث صيغة توافقية ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. مطلوب أمور كثير جدا، إحنا خلال هذه هي البداية وهذه هي حجر الأساس للتواصل الإعلامي بين مصر وسلطنة عمان بما يعكس سياسة وعلاقة البلدين. المحور الأول كان يمكن التأكيد على عمق العلاقات المصرية العمانية. الأمر الثاني هي التحديات اللي موجودة بتواجه الإعلام عموما، من غزو ثقافي، من تحديات خارجية، من وكمان التحديات التقنية اللي موجودة، وحجم التطور الهائل اللي موجود بيشهده الإعلام وثورة في العالم الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. ده كله بيخلينا نبحث ونجتهد، أيضا الذكاء الاصطناعي نبحث ونجتهد على كيفية وضع آلية وصيغة توافقية لإحداث تكامل وتمازج ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث. كان أيضا ناس تحدثت عن الإعلام الورقي وتأثيره، كان الإجماع أن الإعلام الورقي لن يموت، الإعلام الورقي سيزال مؤثر لكن بيواجه تحديات صعبة. أعتقد من خلال التمازج والتكامل ما بين التطور الجديد والإعلام التقليدي هتبقى الدنيا أفضل إن شاء الله. والله الصحافة الورقية يعني الأمر المهم إن هو زي ما قلت لحضرتك عملية التكامل، خليني مش عايز أقول لك عملية تعايش لحين مرور الضائقة والأزمة العالمية، لأن في أسعار ورق وصلت تجاوزت 1200 دولار، في الأحبار زادت في لكن أنا بتكلم عن التأثير والمحتوى ما زال موجود. لابد أن تخلق للصحافة الورقية فرص استثمارية للإنفاق على نفسها، لأن الإعلام في طبيعة الحال هو الإعلام غير مربح، ولكن بيأدي وظيفة لا تقدر بثمن ولا تقدر بمال، هي بناء الوعي الحقيقي والحفاظ على الأوطان والحفاظ على سلامة وتماسك المجتمع والحفاظ على منظومة قيمه وأخلاقه. فهذه